الدرس الثالث، مركبات مهمة في حياتنا. نشاط واحد، المركب الكيميائي. توجد المادة في الطبيعة من حولنا بأشكال مختلفة، فقد تكون على شكل عناصر أو مركبات أو مخاليط. أجب عن الأسئلة الآتية: 1- هل المركب الكيميائي مادة نقية أم غير نقية؟ المركب مادة نقية. 2- مما يتكون المركب من عنصرين أو أكثر؟ 3- أذكر أسماء مركبات في بيئتك: ملح الطعام، الماء، غاز، ثاني أكسيد الكربون. نشاط 2- مركبات في حياتنا. يوجد في حياتنا كثير من المركبات الكيميائية التي تستخدمها في مجالات متعددة كالطب والغذاء والصيدلة والزراعة، ولنتعرف إلى بعض هذه المركبات. ادرس الجدول الآتي وأجب عن الأسئلة التي تلي: الأسبرين، الكحول الطبي، أحد مكونات غاز الطبخ، مزيل طلاء الأظافر، أحد أنواع الأسمدة الكيميائية، سكر المائدة، فيتامين سي، ملح الطعام. 1- أذكر استخداما واحدا لكل من: ألف، الأسبرين للوقاية من الأمراض، ب، فيتامين سي مكمل غذائي، جيم، ملح الطعام عمل المخللات، دال، أحد أنواع الأسمدة الكيميائية لتسميد التربة. 2- حدد نوع الذرات وعددها في مركب فيتامين سي. فيتامين سي مركب عضوي مكون من ذرات الكربون 6 والهيدروجين 8 والأكسجين 6. 3- ما الضرر المتوقع حدوثه عند الاستخدام المتكرر لطلاء الأظافر؟ تشقق الأظافر. تدل الصيغة الجزيئية لمركب ما على عدد ذرات العناصر المكونة له ونوعها. سؤال: حدد عدد الذرات المكونة لكل من المركبات الكيميائية الآتية ونوعها. 1- رابع كلوريد الكربون، المركب المستخدم في التنظيف الجاف. الكلور 4 ذرات والكربون ذرة. 2- أكسيد الكالسيوم، الشيد، المستخدم في طلاء سيقان الأشجار لمكافحة بعض الآفات الزراعية. الكالسيوم ذرة والأكسجين ذرة.